إبلاغ سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. تنقل الكلمة مباشرة إلى الزميل الكريبي بن جابر المري. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أسعد الله مساكم وكل أوقاتكم بالخير والمسرات، انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة وتواصل خامس أشواط الفترة المسائية وانطلاقة هنالك المركز الأول وتواجد كرم من تنطلق على أول المراكز ومن تفتتح النداء والإذاعة المملوكة لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني وسعيد بن راشد الزعبي من يديرها بعملية التضمير لتأتي على المركز الثاني السيلية من تعود ملكيتها الهجن الشيحانية، وسلطان بن محمد الوهيبي من يديرها بعملية التضمير. ثالث المراكز تتواجد الدوحة المملوكة لهجن الشيحانية برفقة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي، والمركز الرابع تابع تواجد الوجبة من تعود ملكيتها لهجن الشيحانية برفقة المضمر الذهبي سالم بن جابر بن فاران المري، وخامس المراكز تتواجد على المركز الخامس سعدية لهجن الشيحانية ومحمد بن خالد العطية من يديرها بعملية التضمير. إذن هذا هو النداء الأول للخمسة المراكز المتقدمة، ومن بعدها نتحول إلى الصدارة وإلى المقدمة وإلى كرم من تنطلق على أرضية الجود والكرم وتتواصل على الصدارة وعلى أول المراكز. تعود ملكية كرم لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني وسعيد بن راشد الزعبي من يديرها بعملية التضمير. المركز الثاني تتواجد بهذه اللحظات السيلية على ثاني المراكز وتنطلق حامل شعار هجن الشيحانية برفقة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي لتأتي على المركز الثالث بهذه اللحظات وبهذه الانطلاق الدوحة من تعود ملكية الهجن الشيحانية برفقة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. وهنالك المركز الرابع أتابع تواجد الوجبة على رابع المراكز وتعود ملكية الهجن الشيحانية برفقة المضمر سالم بن جابر بن فاران المري من يقودها بعملية التضمير. وخامس المراكز تواجد السعدية لهجن الشيحانية برفقة المضمر المشاغب محمد بن خالد العطية. أعود بحضراتكم إلى الصدارة بعد أتمام النداء الثاني للخمسة المراكز المتقدمة، كما أهني هجن الشيحانية على فوز هنالك الشوط الأول من حضرت معنا في الشوط الأول الذربة ومن حققت الناموس المميز، وأيضا لفان من حضر في الشوط الأول للثنايا القعدان والسيلية من تواجدت في شوطنا الثالث، وأيضا الريان من سجل التوقيت المميز والأفضل في شوطنا الرابع الشوط الذي انقضى قبل قليل، وكان التوقيت الزمني 12 دقيقة 47 ثانية 92 جزء من الثانية. هذا هو التوقيت الأفضل والمميز الذي رافق الريان والمملوك لهجن الشيحانية. كما نهني سلطان بن محمد الوهيبي من قدم لنا الأربعة الأسماء التي فازت في الأشواط الأربعة الأولى، وأيضا هذه انطلاقة شوطنا الخامس، وما زلنا بطريقنا لمعرفة من هي بطلة هذا الشوط ومن هي المتوجة بهذا الشوط. يا هل ترى لمن من هذه الأسماء المنطلقة والمتواجد؟ 22 اسم متواجد ومنطلق، ولكن نعود مع الصدارة ونعود إلى المقدمة إلى الانطلاق الأول، وأرى هنالك الرباعية المميزة من هذه الأسماء المنطلقة، تواجد السيلية وأيضا تواجد كرم وانطلاقة الدوحة وتواجد الوجبة من انطلقت في هذه اللحظات إلى أول المراكز. الوجبة على المركز الأول تعود الملكية لهجن الشيحانية برفقة المضمر سالم بن جابر بن فاران المري، تأتي على المركز الثاني من الجانب الأيمن كرم والمملوكة لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني برفقة المضمر سعيد بن راشد الزعبي، وثالث المراكز تتواجد الدوحة
على المركز الثالث، والمملوكة الهجن الشيحانية برفقة عملاق المضمرين سلطان بن محمد الوهيبي من قدم لنا الأسماء المميزة، وتواصل أيضا بهذا الشوط بتقديم الدوحة على المركز الثالث، وأيضا بتقديم السيلية على المركز الرابع. السيلية تتواصل على رابع المراكز، والمملوكة لهجن الشيحانية برفقة سلطان بن محمد الوهيبي بعملية التضمير. انتصفت المسافة، انتصف عمري هذا الشوط، وما تبقى هي 4 كيلومترات عن ناموس هذا الشوط. المركز الخامس تواجد السعودية على خامس المراكز، والمملوكة لهجن الشيحانية برفقة المشاغب بن عطية محمد بن خالد العطية من يقدم لنا السعودية بهذا الشوط، ومع ختام النداء ومع المركز الخامس أعود وأتحول والعود أحمد إلى الصدارة وإلى أول المراكز وإلى المنافسة الشريفة من قبل هذه الأسماء المتواجدة والمنطلقة وبقيادة الوجبة. الوجبة تتقدم وتتواصل مع الصدارة، الوجبة المملوكة. إذن الوجبة تتواجد على أول المراكز وتعود ملكيتها لهجن الشيحانية برفقة المضمر سالم بن جابر بن فاران المري من يقدم لنا الوجبة بهذه الانطلاقة. المركز الثاني تتواجد الدوحة على ثاني المراكز وبرفقتها أيضا من الجانب الأيمن السيلية. السيلية والدوحة على المركزين الثاني والثالث، ولكن انطلقت السيلية إلى ثاني المراكز والمملوكة لهجن الشيحانية برفقة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. وهنالك انطلاقة كرم من انطلقت من المركز الثالث إلى المركز الثاني وتواجدت بقيادة هذه الأسماء المملوكة لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني وسعيد بن راشد الزعبي. يسعد لي مساك الزعبي يا من تقدم لنا كرم بهذا الشوط وبهذه الحكمة المميزة بانطلاقتها مع الأول المراكز. المركز الثاني تتواجد الوجبة المملوكة لهجن الشيحانية وبرفقة الذهبي سالم بن جابر بن فاران المري. والمركز الثالث تواجد الدوحة على ثالث المراكز المملوكة لهجن الشيحانية وبرفقة العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. رابعا نتابع تواجد السيلية لهجن الشيحانية، هي المالكة هجن الشيحانية مالكة هذه الأسماء، وهذه أيضا هذه الانطلاقات المميزة وهذه الأسماء الكبيرة. انطلقت السيلية إلى ثالث المراكز، تعود الملكية لهجن الشيحانية وسلطان بن محمد الوهيبي من يديرها بعملية التضمير، لتأتي رابعا الوجبة وأيضا خامس المراكز. تتواجد شديدة على المركز الخامس، وأتت بوقت الشدة وانطلقت إلى خامس المراكز لأول نداء هجن الرئاسة، هي المالكة والتابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. راشد بن بخيت بن مقارح المري ينطلق بشعار هجن الرئاسة، وأيضا برفقته هنالك شديدة من انطلقت من المركز الخامس إلى المركز الرابع وبطريقها وبانطلاقتها المميزة إلى مقدمة هذا الشوط. إذا نعود ونتحول إلى أول المراكز وإلى المقدمة وإلى تواجد هنالك الصدارة. الدوحة 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 مع هذه الروح الجميلة تتواصل مع الصدارة ومع المقدمة والملكية لهجن الشيحانية وعملية التضمير لدى سلطان بن محمد الوهيبي. ولكن أشاهد جديدة من بدأت تخترب وتنطلق من مركز إلى مركز وتأتي إلى ثاني المراكز. شديدة من تعود ملكيتها لهجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة وبرفقة المطوع راشد بن بخيت بن مقارع المري من يقدم لنا شديدة بهذا الشوط. له خبرة طويلة وباع طويل في التضمير وأيضا بتقديم الأسماء الكبيرة. المركز الثالث من الجانب الأيمن تتواجد السيلية على ثالث المراكز، الملكية لهجن الشيحانية وعملية التضمير لدى
سلطان بن محمد الوهيبي المركز الرابع، وتابع الوجبة وقدوم الوجبة من تعود ملكيتها أو هنالك من انطلقت. كرم للمملوكة لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، وسعيد بن راشد الزعبي من يديرها بالتضمير، وقدوم العفريت يا بن بريك. وصلت العفريت على المركز الرابع لهجن الشحانية سلطان بن محمد الوهيبي من يديرها بعملية التضمير، ووصلت أمجاد المملوكة لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني الموهوب علي بن حمد بن جرحب المري من يديرها بالتضمير، ولكن انطلقت مع الكيلو الأخير الدوحة. الله يا الدوحة 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 على المركز الأول، على الانطلاق الأول على هذا المركز المميز، ومع تواصل هجن الشيحانية مع الصدارة وسلطان بن محمد الوهيبي من يديرها بعملية التضمير. ولكن مرحبا بقدوم العفريت صاحبة هذا الشوط، وصاحبة أيضا الصولات والجولات، وصاحبة الانطلاقات المميزة، وأيضا تتواجد بالانطلاق مع ثاني المراكز هجن الشيحانية هي المالكة، وأيضا صاحبة الشلفة الفضية الذهبية في الموسم الماضي تنطلق مع في هذه اللحظات مع المركز الثاني. الله يا العفريت هجن الشيحانية يا المالكة صاحبة الشلفة تنطلق، وأيضا تقدم هذه العروض الجميلة، وأيضا تقول أنا جاهزة بهذا الموسم وبهذا الانطلاق. الدوحة والعفريت، العفريت والدوحة، ولكن جميعها مملوكة لهجن الشيحانية وبرفقة عملاق المضمرين سلطان بن محمد الوهيبي. سلام العفريت سلام، ولحظة وصوله لخط النهاية معلنة الفوز والناموس تنتبه لهجن الشيحانية، كما نهاني سلطان بن محمد الوهيبي ذلك مراكز الدوحة لهجن الشيحانية المركز الثالث. كرم المملوكة لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم فيصل ذلك المركز الرابع، كان الوصول من قبل الشايبة المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. والمركز الخامس شديدة المملوكة لهجن الرياسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. التهاني والتبريكات نزفها الجميع، كما نهني هجن الشيحانية وعشاق هجن الشيحانية على حصول العفريت على أول المراكز والحصول على خط النهاية. معلنة الفوز والناموس بالتوقيت المميز 12 دقيقة 59 ثانية 94 جزء من الثانية، هذا هو توقيت العفريت من وصل لخط النهاية. معلنة الفوز والناموس ثاني تبقى لهجن الشيحانية، كما نهني سلطان بن محمد الوهيبي ثاني المراكز. المركز الثاني الدوحة ولحظة وصولها إلى خط النهاية. معلنة الفوز والناموس 13 دقيقة بدون ثواني 64 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات نزفها لهجن الشيحانية، كما نهني مضمر سلطان بن محمد الوهيبي ثالث المراكز. كان الوصول من قبل كرم من وصلت على المركز الثالث، وما قصرت كرم، كانت منافسة منذ الانطلاق وكانت قائدة لهذه الأسماء. توقيت الزمن 13 دقيقة 6 ثواني 30 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لسعادة الشيخ حمد بن